مشاهدينا الآن إلى هذا الحوار مع وزير الخارجية سامح شكري في الولايات المتحدة. هذه التغريدة على تويتر، ووزير الخارجية إيل كوهين علق على تعليق غوتيريش وقال أن طلب وقف إطلاق النار في غزة يعد دعما للمنظمة الإرهابية حماس ويمثل إقرارا بقتال كبار السن وخطف الأطفال واغتصاب النساء. أي شخص يدعم هذا يمثل ذلك. ما هو تعليقك؟ بالطبع الأمين العام يحث مجلس الأمن على وقف إطلاق النار واتباع القرارات الخاصة بدعم السلام والأمن. إذن هناك مأساة وهناك أزمة إنسانية محدقة فيما يتعلق بظروف المعيشة في غزة الآن، ضد المدنيين والمدنيين يعانون الأمرين فيما يتعلق بظروف صحية وظروف رعاية صحية صعبة للغاية، إنها كارثية. هذه قضية يجب التعاطي معها، وأظن أن الأمين العام يجب أن يدعو مجلس الأمن، ومجلس الأمن عليه أن يتحمل المسؤولية تجاه هذا الأمر. مصر تلعب عظيم الدور فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، والعديد من الفلسطينيين يحاولون العبور عبر معبر رفح، والسلطات المصرية قالت أن هناك تم تحرير 63 جنسية مختلفة. لماذا يأخذ الأمر وقتا طويلا لإخراج الأشخاص خارج غزة؟ كل هذا يعتمد على الاتفاقات التي تمت مع حماس، مع حماس مع إسرائيل، وكذلك بمساعدة سعادة السفير. إذن الأمر يعزى إلى الإسرائيليين في الدفاع وفي تقديم القائمة بمن سوف يخرج، ونحن نسهل عملية التسليم. إذن نحن نحافظ على سلامة معبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانية وتمريرها عبر معبر رفح والقيام بكل هذه الترتيبات بمساعدة السفراء. أعلم أن مصر لا ترغب في أن ينتقل شعب غزة أن يخرجوا من غزة ويغادرونها ويعيشون في مصر. نعلم أنكم لا ترغبون في ذلك، ولكن في الوقت نفسه هل مصر ترغب في إخراج الأشخاص إلى صيناء للعيش حتى لو لفترة موجزة حتى في خيام؟ إذا ما ضمنت إسرائيل هذا الأمر وأنهم سوف يعودون إلى فلسطين بعد انتهاء العملية العسكرية، لما لا تدعونهم؟ هذا بالطبع يمثل انتهاكا صارحا وصارخا للقوانين الدولية، لأنه يمثل انتهاك. وبالطبع قلناها صراحة ولن نشارك في انتهاك للقوانين الدولية. الفلسطينيون أنفسهم لا يرغبون في ذلك الأمر، ولا يرغبون في أن يتم إجبارهم، لأن يتم تهجيرهم وإزالة الفلسطينيين. هذا كله غير مقبول، وهذا كما قلت يمثل اختراقا للقانون الدولي. حماس الآن تسيطر على غزة، وهناك بالطبع انتخابات، وأن حماس بالطبع كانت تدعم الإخوان المسلمون، وأظن أن الرئيس السيسي بالطبع لا يدعم هؤلاء. هل تعتقدون أن فلسطين يمكن أن يحكم جماعة أفضل من حماس؟ لا أظن أن مصر يمكن أن تضمنها في غزة. هناك معبر رفح يتم فتحه لإخراج الأشخاص لتلقي العلاج وتلقي المساعدات الطبية. بالطبع نحن لا نمثل ولا نفرض أي حصارا على الفلسطينيين. الفلسطينيين بالطبع يأتون إلى مصر حصول على الخدمة التعليمية وخدمة الرعاية الصحية. هل معبر رفح هو معبر للأشخاص وليس للسلع؟ المعبر الإسرائيلي هو المسؤول عن هذا الأمر، وهو التزام بالنظر لأنها القوة المحتلة، وهم بحاجة إلى الشعب الفلسطيني. إذن معبر رفح لم يغلق، وهو يواصل دعمه للفلسطينيين. على أي حال، هل ترى أن الشعب الفلسطينيين سوف يتم حكمهم بمجموعة أخرى أفضل من حماس
كما ترى الإخوان المسلمون أو حماس؟ هل ترون أنه سوف تكون هناك مجموعة مختلفة، مجموعة ربما قد تكون أكثر رغبة في تعايشا سلميا مع دول الجوار، مع مصر على سبيل المثال، أكثر أفضل من حماس؟ أظن أن هذا شيء يكرره الفلسطينيون، ونحن بالطبع ندرك ونحترم السلطة الفلسطينية باعتبارها السلطة الشرعية التي تضع أيديها على قطاع غزة وفلسطين. وحتى هذه اللحظة بالطبع لا يمكنهم العودة، إذن أظن أنه من الضروري ومن الأهمية بمكان أن يقرر الشعب الفلسطيني بمن يختارونه كحاكما للقطاع. السؤال الأخير وأكون سريعا، أعلم أن هناك مزيد من التفاصيل نخوضها بعد إنهاء هذا القتال، هل مصر ترغب في أن تلعب دور في مساعدة الشعب الفلسطيني في إعادة إعمار غزة وحق تقرير المصير قبل هذا الصراع؟ بالفعل قمنا بتخصيص نصف مليار دولار، وأن هذه هي المجابهة الستة، رقم ستة، بين إسرائيل وبين حماس، وكانت سببا في تدمير البنية التحتية. لطالما دعمنا ولطالما ساهمنا في عملية إعادة الإعمار لصالح الشعب الفلسطيني في غزة. وزير الخارجية سامح شكري، أشكرك شكرا جزيلا على كونك معنا، نحن بالطبع ندعو للسلام في المنطقة. شكرا جزيلا.